عليكم شوبير دي زاد كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي راهم يابونوا معنا جدد، نقول لكم مرحبا بكم. وقناة تاعكم هذه قناة الشعب، قناة الشعب، قناة للشعب، قناة اللي توقف مع الرجال، ما توقفش مع المفسدين. الحمد لله يا ربي راكم تعرفوا الناس القدم اللي راهم معنا راهم يعرفوا هذه القناة كي دايرة، قناة اللي تبغي النجاحات للجزائر. هذا الإنسان اليوم غادي نعطيكم للصحافة جستها مغاش تهدرها، وهي غياب صدتي عن الانتخابات الاتحادية، الاتحادي العربي، وزاد يضيع على الجزائر فرصة ثمينة. ونزيدوا فلك رئيس الفار، هذا رئيس المشبوه في أمره، المشبوه في أمره ومستشاره والمحضر البدني تاعه. رئيس الفار يقصي قرباج، السيد قرباج، من حضور ملتقى الكاف لتسيير الكرات، الكرة المحترفة. وبعد يجيك لك هاك احنا يا عيطنا للحاج وبغيناه يجي الحاج يجيني هضرة تاع الجاج، خاصو هضرة تاع الجاج. انت ما بغيش تروح عيط لك شعب الخطرة، قال لك عرضك ارواح، قال لك ارواح تتعلم. انت ما بغيش، خاطر علاه انت صار كيما ذاك. والله ما فهمناه كاع، ما فهمناش. راه نعطوكم حنايا لهذه الصحافه، ادوها من عندي. هذه الصحافه ما بقاش تهدرها، لستها في الكراسي تاعها، خاطر الصحافه اغبياء، اغبياء الصحافه. انا نقول لكم، نقول لكم كلمه هذه ادوها من عندي، صحافي يخدم في قناة النهار، قاعد مقصر معكم. تكذبوا ديريكت، علاه تكذبوا ديريكت؟ علاه تكذبوا ديريكت؟ كيفاش الحق باين والباطل باين، تروحوا للباطل. قال لي شنو الشعب يأمننا، كيفاش الشعب يأمنك؟ قال لي واه هذه حاشاكم وحاشا قدركم، كيما قال لي هذا الشعب تشاش، قال لي نكذبوا عليه يأمن. قال لي قلنا لهم بلي ماجر مركا على طالو، ولا يقول لك خلي ماجر يخدم مركا على طالو. قلت له انتم مأمنين بها؟ قلت له الشعب انا اللي نعرفه وندورو، ماشي مأمنين ماجر، صح؟ انتم مأمنين بها، انتم هما الوالا. كيما قالها لي باش تعرفوا هذه قناة النهار ومام قناة الهداف كيفاش يكذبوا على الشعب. وكاين اللي مأمنهم، هذوك اللي مأمنين هذوك خليهم بعدين يفيقوا لوحدهم. هنا اليوم جينا نعطيكم، ضيع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين فرصة ثمينة على الفار قصد استعادة شيء من التوازن الجزائري على المستويات القارية والدولية، بعدما غاب عن الاجتماعات الأخيرة الاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي جرت في تونس، وكذلك غيابه عن الجمعية العامة للانتخابات التي ستجري بالعاصمة السعودية الرياض يوم 20 ديسمبر المقبل، والتي ستشهد هذه شكون اللي عرضها؟ ما يقري الحاج، والله العظيم اللي ما يعرفش الحاج. الحاج انسان متسامح من اجل بلاده، ناس مغالطين فيه، انسان متسامح، انسان اللي يبغي الخير، انسان اللي ما عندوش الحقد في قلبه. ما يقري كيما شتو زاتشي كي كان يهدر فيه وما عطر ومن اي يوم يدير كيما كيقول لهم عيطوا، يبغي بلاده تبان، عيطوا رئيس الاتحاديه يرسل له ارواح. ما بغاش يروح هو، لا مشي باغي يروح في طوع الحاج. بصح الجزائر مهروده، ها بصح راك هرت الجزائر يا ولدي، ها راك هرتنا. انت مشي باغي تروح في طوع الحاج، في طوع تبين تقول لهم بلي الحاج مشى يعيط لي. بصح الكذب تعيط تكذب وكل شيء يبان. انت ماجر يقول لك ما تقاش تروح في طوع حرق الحاج، قال الحاج ما عيطلهش، هو اللي راه يدير هذه الاجتماعات، هو اللي اونغاليزي ينظم هذه الاجتماعات وهذه الندوات، يحصلوا في الحاج. يقول لك الحاج مشى يبغي يعيط له. بصح الحاج انسان مسامح، والحاج في طوع بلاده معليش ويقول لك نعيطوا له. بصح انت ماكش تروح، وهذو الافكار تاع ماجر تاع المستشار تاعك، التي ستشهد حضور مميز للرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان انفانتينو،
ورئيس الاتحاد الافريقي للعبه الملغاشي حمد احمد، وبرز الرئيس الباب خير الدين زكي مؤخرا بتناقضاته الكثيره في التعامل مع العديد من المسائل، ومنها العلاقه الاتحاديه بالاتحاديات الكره الكرويه العربيه والافريقيه، حيث فضل الغياب عن اجتماعات الاتحاد شمال افريقيا والاتحاد العربي المقبل سيجري حضوره في ملتقى التسيير الكره المحترفه التي تنظمها الكاف بمقرها بعاصمه المصريه القاهره يوم 19/20 من الشهر الجاري، ويفرض المنطق والمصلحه العامه لكره القدم الجزائريه ان بحضور رئيس الفاف اجتماعات الاتحاديه العربيه والشمال افريقيه للعبه، كونها يستقطبان اتحاديات العربيه والافريقيه، وكان من المفروض ان يستغلها زاتشي قصد تمتين علاقاته وتوثيقها مع نظرائه، امل في التموقع الجيد واعاده العده للعوده من الجديد الى دهاليز الكار ومختلف الهيئات الاخرى، خاصه ان الجمعيه العامه الانتخابيه للاتحاد العربي لكره القدم التي ستجري في الرياض يوم 20 من شهر الجاري ستعرف حضور رئيس الفيفا والكاف كضيفان شرف، حيث وجه لهما الدعوة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وهو السيد الحاج محمد راوراوا رئيس الفاف الشرعي لكرة القدم الجزائرية بصفته المشرف على الانتخابات الرئاسة الانتخاب، مشرف هو رئيس اللجنة التنظيم. سأرضي سي الحاج متاع، والله ما نعيا ونحضروا عليه، والله العظيم ما نكملوا، والله الجزائر كاملة نقعدوا نكتبوا، الجزائر كاملة نقعدوا نكتبوا الصوالح اللي دارهم، والله العظيم نزيدوا ندخلوا معنا مروك ونزيدوا ندخلوا في الأراضي ونكتبوا على الحاج وما نكملوش. الراجل هذا اللي ما سمحوا لي الناس ما غادي نسيبو واحد كما هو في الاتحاديه الجزائريه، وما نسيبوش واحد شرف الجزائر كما هو. الا بغاو يخدموا مليح راه كاين السيد قرباج وراه كاين وليد صادي، كاينين زوج اللي كونهم سي الحاج محمد راوراوا، ويجي بور هادو زوج يجي تصفاوت عبد الحفيظ تصفاوت، ناس اللي بالك ناسين عبد الحفيظ تصفاوت عاري ويعرف قوانين، ومشى مع سي الحاج وراه سي الحاج. اما انا هادو ثلاثه، يجي السيد مدور ويجي السيد سرار، لكن زتشي كان له راي اخر، حيث اكتفى بارسال عضو المكتب الفيدرالي رشيد قاسمي، او رشيد قاسمي يا خلايا بالخلا، او نمشي انا نحقرو بالغاشي ولا بصح ما كاش لي يعرفو للمشاركة في الانتخابات بدل عنه، رغم أن الفاف كان لديها الحق في حضور 3 ممثلين منها عنها. كما أرسل زتشي الأمين العام للاتحادية لتمثيله في اجتماعات الاتحاد الشمالي الإفريقي، وهو ما أثار أيضا أسف الرئيس الاتحاد التونسي وديع جريء. فوق أنت ترسل لها هاو ترسل لصحابك اللي كانوا يعاونوا فيك في بارادو باش يطلعوا، دروك انت راك ترسل في لي كوميتي تاع بارادو باش تبين لي كوميتي تاع بارادو. وفضل الرئيس الفاف الحضور ملتقى الكاف بمصر الذي كان من المفروض ان يحضره رئيس الرابطه المحترفه لكره القدم، وهو السيد محفوظ قرباج بصفته المشرف الاول على تسيير البطوله في الجزائر، لكن زتشي أقصي هذا الرجل الشجاع من ذلك المنصب غير مفهوم تماما، ما يفسر حالة التخبط التي تعيشها الاتحادية بدليل الأخطاء الفادحة التي لم تتوقف من الوقوع فيها منذ انتخاب هذا المكتب الفاسد الحالي في 20 مارس الماضي. والله العظيم من بعد يجيب لك هذا أول حاجة عيطنا له ما بغاش يجي،
على حاجه تعيط له انت تعيط له هضره خاصه الهضره حاجه نخدم عليه دير اجتماعات وتخسر 2 ملايير و60 مليون 2 ملايير و60 مليون ما كان والو في طول نتايا لعبتها جمعتهم وقلت لهم بلي المشروع تاع سعد الماجر وهي المشروع لا مش تاع سعد الماجر مشروع تاع تاع السي الحاج محمد راو راو وتاع لارون هذا المشروع تاعهم انت ما عندك حتى مشروع انت كوجا عندك مشروع تاع ماجر ما تروحش تجيب الناس وتقول لهم اعطوني مشاريع اعطوني شان نخدم اش راكم باغيين نديروا ومن بعد نجيب لكم نعطيكم المناصب اللي مدهم غادي اليوم عشيه اليوم في الليل ولا غدوه ان شاء الله نعطيكم المناصب اللي مدهم المناصب واقصي اقصى بزاف ناس اللي عندهم افكار وعندهم حلول هذوك قصاهم وجاب الا الاصدقاء تاعهم الاصدقاء اللي فرضوهم عليه رابطات الرؤساء اللي بهلولي راه هو يخدم بهم هو اللي يخدم بهم دار غير صحابهم دمروا له صحابه باش يراخو واللي جاوا فماك يحوسوا على كاش عامل باش ياكلوا صايي هذا مكان ما بهم حتى حاجه هذه هي ورانا لكم بالمرصاد وغادي نفدقوكم ان شاء الله بربي وغادي نطردوكم وما غاديش نخلوكم ندفعوكم للاستقاله مرغم لازم تروح مرغم تروح تبكي والله ما نخلوك يا ودي اللي ما يخدمش والله ما نخلوه في الدستور دايرين السياده للشعب السياده للشعب والله ما نخلوك والله لا هدرت هذه هي وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الابرار المجد والخلود لشهدائنا الابرار راني تاع واجب الوطني والله شدنا في الرجال رجال العظماء وتحيه الحاج محمد راو راو ورانا هنا وتحيه قرباج يا السيد محفوظ قرباج ما تكرهش من هاد الناس لازم تقعد لهم كي مسمار تشحى عندك البوط يحميك الانتخابات هما اللي يحماوك هذه هي وتحيه الجزائر صحيتك.